صراحة أول شيء سعداء بشوفتك حبيبي ومبروك النجاح. الله يبارك فيك. سعداء جدا. الله يخليك. بالنيابة عن القطريين الخليجيين ولو أنه في مشاكل شوي بس هتحل إن شاء الله. كل سعيد لك وفرحان لك. والله ألف ألف مبروك. دائما ببقى سعيد وأنا شايفك. أنت جيت شفتك من 3 سنين في لندن وشوفك تاني. إن شاء الله كل سنة كده نروح على ودايما مع بعض. طبعا أنت أنا عارف إنه مثلك لا على أبو فريق. وكثير من الناس أحيانا لما الصغير يغطي على الكبير يكون في غيره بس هو العكس هو معي في كل استوديو مع كل هدف كان هو اللي يجيب الجول سعيد لنجاح لا حبيبي واحنا على فكره بعض يعني يعني مش قادر اقول لك الناس كلها عارفه طب كلمتنا بعض كويسه من زمان ويحفظوا في شر واصابات الناس كل صلاح زي ما بقول عنده قبول عند الناس كل ما حد يشوف صلاح يقول لك ربنا يكرمك دي افضل دعوه اتمنى ان شاء الله انه وده قدوه مش للمسلمين فقط لا قدوه لكل المنطقه العربيه في تشجيع ومسانده ليه اتمنى ان شاء الله انه يستمر ويبقى احسن من السنه الجايه ان شاء الله معك توفيق ان شاء الله تخلص اما احسن لاعب في السيزون او هداف الدوري حبيبي ان شاء الله توفيق لك وبالمناسبه انا عندي كثير متابعين مصريين كلهم يسلمون عليك ويرسلون لك تحياتهم يعني نفسك ان شاء الله بس تديني سنتين كمان حبيبي يومك على خير يا كابتن الف مبروك